بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، في البداية إن شاء الله إحنا نطينا بس على الشابتر رقم 7، لأن شابتر 6 ده فيه شوية حاجات خاصة بالكلاينت إحنا تقريبا قلناها كلها، وإحنا بنتكلم على الجزئية بتاعة إيه ترانسبورت سيند وريسيف والمشاكل اللي بتحصل لليوزر وهو بيسند وريسيف. فأنا عشان كده عديت شابتر 6 لأنه مفيش حاجات زيادة، تمام؟ وحتى الحاجات اللي إحنا ما قلناهاش قبل كده فيه كنا اتكلمنا عليها في كورس الإكستشينج، تمام؟ زي سند از، سند اون بيهاف وسند از وكده يعني، تمام، فول كنترول والحاجات دي. خلينا بقى نتكلم في الفيديو ده في حته مهمه جدا بتمثل الكور اصلا بتاع الاكستشينج ومشاكل اليوزر كلها تتلخص فيه، اللي اول مشكله بتظهر للناس ديسكونكتد. الميل واقع، الميل واقع يعني ايه؟ يعني الراجل لو جاي بص هنا مره واحده تلاقي ديسكونكتد واليوزر نيم والباسورد عماله تطلع له، ويجي يفتح القوه يلاقي الدنيا مش شغال، يفتح القوه يعمل ريفريش كده مره واحده الدنيا مش شغال، تمام؟ يقول لك الميل واقع. خلينا بقى نغوص مع الكتاب في القصه دي. خلينا نمشي مع الكتاب، انا مش ملخص بس شويه حاجات من الكتاب كان بيتكلم فيه. اول حاجه الكتاب بيتكلم فيها الحته بتاعت الاوتلوك. احنا عايزين نتكلم في الاول خالص، قلنا مش كل الاكستشينج، مش كل الاوتلوك فيرجنز، اوتلوك كلاينت فيرجنز تشتغل مع كل الاكستشينج فيرجنز. يعني لما تيجي تسطب اكستشينج عندك، ودي سؤالي انا بساله لحد يسطب الاكستشينج عنده، بقول له مثلا ايه، بقول له اكستشينج سيرفر كلاينتس ماتريكس، كان فيها اسمها سبورتابل، هي دي كومباتيبلتي ماتريكس، هي دي. لو انت جيت تفتح الاكستشن سيرفر سبورتابلتي ماتريكس دي هيقول لك كل اكستشن سيرفر ايه اللي ينفع يشتغل معاه، تمام؟ ايه اللي ينفع يشتغل معاه؟ يعني مثلا تنزل تحت هنا كده سبورتد من ال اوتلوك، ده الويندوز سيرفر، تلاقي كلاينت هنا، تلاقي الاوتلوك بس كده، ننزل كده بسم الله، يلا 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 كلاينت، هي دي اهم حاجه، تمام؟ لان اعتماد الناس كليا اصلا بيكون على اوتلوك. حلو كده. فانت لو عندك اكستشينج مثلا 2013 سيرفيس باك 1 اللي احنا شغالين معاه ده، تمام؟ طيب ده يشتغل مع ايه؟ ده يشتغل معاه من اول بنفس الاوتلوك بتاعنا، يعني اوتلوك 2007، وعامل لك هنا علامه صح و3. التلاته دي لو نزلت كده هيقول لك ايه، عايز 2007 سيرفيس باك 3 وليتست بابليك ابديتس، تمام؟ عشان يشتغل. طيب الصح دي معناها ايه؟ الصح ده لو طلعت فوق كده في الاول خالص اهو، صح دي يعني اكستشينج 2013 لما يعمل لك صح دي معناها السيرفر اللي معاك يعني بالسيوز بتاعته كلها، تمام؟ السيوز بتاعته كلها بيعمل لك صح كده، يبقى ده اي نسخه من اكستشينج 2013 سيرفيس باك 1 فيما فوق هتشتغل مع الاوتلوك 2007 سيرفيس باك 3 مع الليتست ابديتس بتاعته، تمام؟ في حته هنا بس انت ما تعتمدش عليها جدا، اللي هي قصه ايه؟ ان اكستشينج 2019 مثلا اول ما نزل قال لك ده مش بيسبورت اوتلوك 2010. ليه؟ اولا عشان الفيرجن مش كومباتبل مع الفيرجن. الحاجه الثانيه ان اكستشن 2019 مش بيشتغل الا مابي، او ما فيهوش اوت لوك اني وير، اتلغى من اول اكستشن 2019، تمام؟ فالمفروض ان اوت لوك 2010 مش بيشتغل مابي، المفروض يعني. انا جربتها قبل كده، قلت الكلام ده في كورس الاكستشينج، لو اوت لوك 2010 اشتغل لايك ذس في ثانيه مع اكستشن 2019 مفيش اي مشاكل، تمام؟ بس دي حته انت ما تعتمدش عليها، عشان لو حصلت مشكله مايكروسوفت مش هتسبورتك. لو طلعت مشكله في اوتلوك 2010 كلاينت بتاعك 2010، ايه الحاجه الثانيه؟ ان انت بعد كده في سي يوز اللي بعد كده اكستشن 2019 ممكن تلاقي اوتلوك 2010 مش راضي يشتغل اصلا، تمام؟ 2019 حاليا اخر سي يو منه تقريبا سي يو انا شفتها، يعني كان سي يو 3 تقريبا او 4. فانت ما تعتمدش على حاجه زي دي. اي حاجه عايز تسطب عندك، اي كلاينت عايز تتاكد منه، تجينا في الكمبيوتر ماتريكس تتشيك على القصة ده ايه updated. يعني بص updated من 3 ايام 18، تمام؟ دي محصل update على طول عشان دي بتعمل مشاكل كتيرة جدا. حلو كده. طيب
دي اول حاجه. طيب انا دلوقتي لما الكلاينت اللي عندي زي مثلا احمد ده على مكنه جوين دومين، يعني المكنه دي اهو شوتنج دوت لوكال جوين دومين بتاعنا، حلو جدا. الراجل ده لما يجي يفتح الاوت لوك بتاعه ايه اللي بيحصل؟ بدايه كده هاجي هنا واقول له هنا في الميل وامسح ده خالص، الراجل ده جوين دومين، وهاجي هنا واقوم فاتح الاس اي ديت، هاجي هنا في سيرفيسز جوست اكسشينج از كورس administrative groups، خلينا فاتحين دي. وهنيجي هنا برضو ننزل تحت خالص كده اوتو سكاب، خلينا فاتحين الاثنين دول نفتح دي كده تمام. اكسشينج اونلاين دي سيرفيس كونكشن بوينت تمام. طيب بدايه كده الكلاينت لما بيجي يقوم، كلاينت قصدي بيه الاوتلوك، هنا الاوتلوك ده لما بيجي يقوم وهو جوين دومين بيعمل ايه؟ بيروح يكلم الاكتف دايركتري. الاوتلوك بيعمل كده، هو الكلاينت اصلا متكنفج الاوتلوك، يعني متكنفج ان هو لما يقوم يعمل كده، يروح يدور على على في الاكتف دايركتري على حاجه، على حاجه تديله ايه؟ الاوتو ريسكفر سيرفيس. الاوتو ريسكفر سيرفيس اللي هو من خلالها بيعمل ايه؟ اللي من خلالها بيعمل اوتو كونفجريشن للميل بتاعه ده اللي هو جوين دومين. يعني هو بيقوم بيروح يكلم الاكتف دايركتري بيدور على الكومبوننت دي اللي هي ايه؟ سيرفيس كونكشن بوينت تمام، اللي هي تدي له الاوتو ريسكفر كونفجريشن عشان يقدر يكونفجر ايه؟ اوتو كونفجر الاكونت بتاعه تمام. طيب لو انا جيت هنا في السي دخلت في يوزرز احمد دوت شوتنج، الداتا اللي بتلاقيه مخفي، فانت لازم تيجي هنا فيو تقول له هيدن ايتمز اعملها شو. الداتا لوكال مايكروسوفت اوتلوك، هتلاقي هنا ايه الحاجات دي، هتلاقي هنا اوتو ريسكفر فايل. الريسكفر فايل ده لو انت جيت تكليك عليه كده دبل كليك افتح لك كده، هيجي لك بقى كل حاجه هو كل حاجه الاوتلوك محتاجها عشان يقدر كونفيجر الاكونت بتاعه، عشان يقدر كونفيجر ايه الاوتلوك كلاينت بتاعه. هتلاقي بقى شوف كل الحاجات دي عندك، كلاينت ميل دروز دوت كوم وال اي دبليو اس مش عارف ايه، وكل حاجه هو محتاجها في حياته عشان يقدر كونفيجر شغال موجوده هنا يعني تمام. اه الاوثنتيكيشن نيجوشيت وهتكونكت على مش عارف ايه وكل حاجه هو محتاجها تمام. الاي دبليو اس دي محتاجها عشان الكالندر والحاجات دي والفري والفري اند بيز انفورميشن والحاجات دي تمام. طيب هو جاب ده منين؟ هو راح كلم الاكتف دايركتري وجاب الحاجات اللي هو عايزها من هنا تمام. سيرفيس كونكشن بوينت عباره عن ايه؟ ده عباره عن كومبوننت بيرميه عندي في الانفيرومنت بتاعتي، اي كلاينت اكسس سيرفر بينزل عندي. الكلام ده لحد ايه؟ لحد اكسشن 2013. ليه؟ لان ساعتها كان الميل بوكس لوحده والكاس لوحده، فاي كاس بينزل بيرمي ايه؟ بيرمي الكومبوننت دي او بيرمي لنفسه داتا في قلب الكومبوننت دي. طبعا 2016 انت كده كده 2016 2019 انت كده كده ميل بوكس بس، فاي ميل بوكس سيرفر بينزل بيعمل برضو الحته دي تمام، لان الميل بوكس والكاس على سيرفر واحد. لو انت جيت تفتح دي كده سيرفيس كونكشن بوينت، دي مسؤوله ان هي اليوزر يكلمها عشان ياخد منها ايه؟ الاوتو كونفيجريشن داتا بتاعته عشان يعمل اوتو كونفيجريشن للكلاينت بتاعه لو هو جوين دومين تمام. الوقت ده احنا هنمسحه ونشوف هيحصل ايه. ده احنا هنمسحه تمام. ده هنا بقى شويه حاجات يعني مش كتير قوي، سيرفيس كونكشن بوينت مش عارف مرميه فين. طيب انا بقى هاجي هنا على الكلاينت ده، طبعا مفيش هنا بي اس تي فايل ولا او اس تي فايل لان اصلا مسحت البتاع من على الميل هنا. اروح ليه بقى؟ هو هنا اتمسح ليه او اس تي ال 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 المكان ايا كان هو او اس تي ولا بي اس تي اتمسح من هنا ليه؟ لان الفايل اللي بينزل هنا في الايميلات واخد صوره من السيرفر، يعني اخي كان مصور السيرفر ورميه هنا، مصور الداتا بتاعتي على السيرفر ورميه هنا. فلما انا عشان اكون كونكتد اوتلوك ان وير، لما انا اجي هنا في ميل واقوم ماسح الاكونت بتاعي من هنا، انا كده عملت ايه؟ انا كده فصلت علاقتي بالسيرفر. فالداتا اللي هي على السيرفر اصلا الاو اس تي الداتا دي معلش موجوده. لو انا كونكتد، لو انا كونكتد بوب 3 وشلت الاكونت من هنا، هلاقي البوب هلاقي البي اس تي فايل موجود عادي تمام. خلينا نمسح الاوتو ريسكفر ده ونسمي الله ونفتح كده الاوتلوك. اول ما يقوم لو انا جيت اديت له كده
وانا راح اكلم الاكت دايركتري وعرف ان الراجل ده احمد ده في البروبرتيز بتاعته في الميل احمد هنا لا في الميل هنا البروبرتي دي اللي هي ايه في فاليو قصادها ايه حلو كده اللي هي ميل نروح ميل حلو الكلام. فالوقت لما اقول له نيكست هو كده هيروح يكلم الاكتف دايركتري الاوت لوك بيعمل كده اوتو كونفيجر ده يعني بري كونفيجر ده يعمل كده راح يكلم الاكتف دايركتري للسيرفيس كونكشن بوينت دي بحيث انه يجيب الداتا اللي هو محتاجه عشان يعمل اوتو كونفيجريشن للكلاينت بتاعه. لو جيت اوكي بص اهو الاوتو ريسكفر فايل الكاري ريسكفر فايل اتكاري لما اجي اقول له اوكي وفينش وافتح الاخ ده هتلاقي ان او اس تي فايل اهو بدا ينزل حلو الكلام. طيب فده اللي بيحصل لما الكلاينت بتاعي جوين دومين يقوم كل علاقته بايه في الحياه اروح اكلم الاكتف دايركتري ياخد منها الاوتو ريسكفر ويعيش. طيب لو الكلاينت بتاعي مش جوين دومين زي المكنه بتاعتي انا بقى على الفيزيكال ماشين بتاعتي اهو الفيزيكال ماشين بتاعتي لو انا جيت هنا في ميل في الكنترول بانل قلت له هات لي ميل لو سمحت شوف فايلز هات لي ده انا هشيله واعمله من تاني. لو انا جيت هنا اضغط الاوت لوك طبعا هنا كده الجهاز بتاعي ده مش جوين الدومين فبالطبيعي هيعمل ايه لازم اروح اعمل مانوال اكونت بايدي كده تمام. في الحاله دي بقى الاخ ده بيعمل ايه الاخ ده لازم او بره الدومين اهو فلازم يروح يكلم مين لازم يروح يكلم الدي ان اس لازم يروح يكلم بابليك دي ان اس تمام لازم يروح يكلم بابليك دي ان اس عشان يعثر منه على الكلمه دي وعايز الكلمه دي اوتو ريسكفر تمام لازم يعثر منه على الكلمه دي حلو الكلام. طيب الكلاينت بتاع ام وهيعمل الكلام ده يروح يكلم الدي ان اس. طيب ايه الستيبس اللي بيعملها عشان يوصل لاوتو ريسكفر دي؟ بص كده بقول لو بقول لك الاوتلوك كلاينت بتاع حضرتك اللي هو نون دومين جويند برضو عايز ايه الاوتو ريسكفر اللي احنا اتكلمنا عليها دي تمام. هو بقى مش هو مش جوين الدومين فمش شايف الاكت دايركت فمش هيروح لمين للسيرفيس كونكشن بوينت. انا في حاجه عايز اوريها لكم قبل ما اوريكم الحته دي لو انا جيت هنا فتحت الاوتو ريسكفر ده وجيت هنا URL خليني اجي هنا على الاكسشينج كلاينت اكسشينج بتاعت لي جيت داش كلاينت اكسس سيرفر وقلت له كول ليست. لو انا جيت خدت ده كده اوتو ريسكفر دوت صار ريز اوت تي كي كوبي قلت له عند الكلاينت عندنا مثلا كده قلت له ايه لازم هنا يجيب لي داتا لازم يكون في داتا موجوده يعني مثلا اقول له ايه هو خلاص وصل للدي ان اس وعرف ان في دومين اسمه كذا في البتاع دي. طب هو عايز الداتا بقى هيجيبها منين؟ هيجيبها من الفايل ده يقعد يرود كده بس شويه يجيب لك شويه معلومات هنا تمام. هو في الاخر قدر يوصل الفايل اللي هو انت الاوتو ريسكفر فايل ده اللي انت لو جيت تفتحه من عندك هنا من عند الكلاينت اللي هو جوين دومين هتلاقي برضو ايه موجود عادي يقول لك زرار وباسورد نفس الكلام تمام شويه الحاجات دي حلو كده. طيب خلينا نشوف الكلاينت اللي هو بره بيعمل ايه. بداية كده انت لو جيت على الريموت كونكتد انالايزر بتاع مايكروسوفت وانت بتكونكت وانت بتست الكونكشن بتاعك على الاوتلوك كونكتيفيتي هو اصلا بيتست معاك الخطوات دي ستيب باي ستيب بيحاول يفتح يحاول يوصل لده اسم الدومين يعني الاوتو ريسكفر عنده بيحاول يوصل لده الاول اسم الدومين باك سلاش اوتو ديسكفر باك سلاش اوتو ديسكفر دوت اكس ام ال. اكس ام ال هو اصلا الكونفيجريشن فايل اللي فيه داتا اللي هو عايز يوصل لها تمام اللي هو ايه اللي هو زي اللي احنا هنفتحه ده زي ده. طيب انا لو جيت هنا قلت له انت هتاخد مثلا احمد او بلاش احمد عندي مين تاني
هوريكم السيكونس مش ازاي هو بيتست اصلا. سوري حسام، حسام ات مستر رزق تيكي ده طبعا هتديله اللوكال دومين والباسورد العظيمة. شو حسام مش عارف ايه اندرستاند شكرا. واجي هنا كيو اكس 6 4 5 واي ان بي فيريفاي. لما يجي تيست هنا هتلاقي اول تيست بيعمله اصلا ان هو يحاول عايز يوصل الاوتوبس كفر عنده، هيحاول يوصل لده تمام. طيب لو فشل انه يوصل لده، طبعا ده في العادي يعني انك اصلا بتكنفي الاوتوبس كفر باللينك ده باليو ار ال ده اوتوبس كفر دوت اسم الدومين بتاعك تمام. هو كده ايه قدر يوصل بعد ما كلم دي ان اس وحصل على الريكورد ده، خلاص هو كده استطاع ايه ان هو يجيب ايه المعلومات دي تمام. هيداونلود بعد كده الاكس ام ال فايل اللي هو الاوتو ديسكفر ده عشان ايه يكون فيه الداتا اللي حضرتك عايزها عشان الاكونت بتاعك يحصل له اوتو كونفيجريشن تمام. طيب يعني هو بيعدي، لو من هنا، لو من هنا قدر يوصل ليه الاكس ام ال فايل ده ديسكفر دوت اكس ام ال، خلاص مش هيكمل بقيه الخطوات دي، مش همشي هنا وثلاثة ومش همشي الكلام ده كله تمام. ما قدرش يوصل نعمل ايه؟ يحاول يدور على اللي بعده اوتو ديسكفر اللي هو الكلمه دي طبعا اللي احنا بنعملها اصلا اوتو ديسكفر دوت اسم الدومين تمام. طب ما قدرش يوصل يكون اصلا في اكس ام ال فايل اصلا موجود قبل كده ومتكيش، يكون في اكس ام ال فايل موجود قبل كده ومتكيش تمام. طيب ما قدرش يوصل اوتو ديسكفر اللي هو العادي بتاعنا ده، في سيرفيس ريكورد كان بيتكلم زمان بس دلوقتي ما عادش حد بيستخدمه. انت بتكاري السيرفيس ريكورد في الاكستنشن سيرفر للاوتو ديسكفر سيرفيس. يعني لو انا جيت كده جيت اقول له مثلا ايه اكستنشن سيرفر سيرفيس ريكورد، هتلاقي يجيب لك سيرفيس ريكورد كان قديم زمان بقى ديبريكيتد دلوقتي. بنلاقي هنا هو ده اس ار في مش اندر سكور تي سي بي مش عارف ايه والدومين بتاعك تمام. الحد الاخ ده حاليا ما عادش موجود تمام. سيرفر سيكورز حاليا ما عادش لها استخدام مع الاكستشين، بنستخدمها بس مع الاسكاي فور بزنس، عايز مع الاسكاي فور بزنس. حلو الكلام. فانت في الغالب الكوميونيكيشن اصلا او يعني بيجيب الداتا متوصل لي هذا اليو ار ال، متوصل اليو ار ال ده بس انت اول كلمه طبعا هو بيدور عليها كلمه اوتو ديسكفر تمام. طيب اخر حاجه بقى، لو في كاش دي يو ار ال في الاوتلوك بروفايل بتاعك، لو انت عامل الاكونت ده قبل كده اللي هو ايه اللي هو انا الاوتو ديسكفر عندي نزل خلاص، فانا لو فتحت الاوتلوك قفلت الاوتلوك وفتحته مش هيروح ايه يداونلود الحاجه تاني او يدور على حاجه تاني، لا هو خلاص ايه جابها وحطها عنده. حلو كده تمام. دي البروسيس اللي بيعملها اليوزر لو هو جوين دومين ولو هو مش جوين دومين. تعالوا نشوف هنا عندي مشكله ظاهره، في مشكله هنا. طيب لما جينا نعمل كونفيجريشن تيست لحسام، بص اهو اول حاجه حاول يوصل لمين؟ لده. لو جاي يروح لده مش هيجيب له حاجه اهو، لان اصلا هنا عامل ايه اوتو ديسكفر مستر رزق تي كي، مفيش اصلا مستر رزق تي كي على طول تمام. حاول يوصل لده تمام. حاول يوصل لده ده تمام اهو. اتمت كنت تيست بوتنشال اوتو ديسكفر يو ار ال على ده اه صح، قدر يوصل يجيب له يوزر نيم وباسورد احنا من الاخر قبل كده، هيجي هيفتح عادي تمام. طيب حاول يجيب ده عشان عندي سيرفرين. تعال نشوف بقى فايل فين السيرتيفيكت مش عارف ايه. تعال ننزل ار بي سي اوفر اتش تي كونكتيفيتي لمستر رزق. في مشكلة في ايه بقى؟ attempting to ping the mavi mail store and مش عارف ايه، في مشكلة في سيرفر ممكن يكون فيه. وميزة البتاع ده ان هو يقول لك المشكلة في ايه بالظبط واديك حاجة تحاول تحل بيها. طيب تعالوا نيجي هنا نحاول نتربط شوط مع بعض كده، نقول لي في مشكلة في المابي. طيب اول حاجه نشوف المابي فيرشوال دايركتري، هات لي كده المابي فيرشوال دايركتري
هنا في 2019 موجودة في 2016 سوري 16 و19 موجودة في الكونسول هنا. لما جيت انا اقول له افتح الكلام ده وجيت داش ما بي فيرشوال دايركتري وريني كده. يلا 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 الاقي هنا المابي بسم الله اهو شغال تمام مفيش مشاكل اهو. طيب انا عايز اشوف بقى اصلا enable ولا لا. جيت داش organization configuration format list full list الاقي هنا مابي اتش تي تي بي اهو مش شغال المابي مش enabled. هو اعترض عشان الحته دي اعترض عشان كده. في حين ان انا اصلا مكنفج هتشوفوا دلوقتي هنكنفج احمد ده ازاي. خلينا نكنفج حسام. حسام يعني الاعتراض كله كان عليه ان المابي مش انيبل. لو عملت انيبل للمابي هتلاقي التست ده اشتغل ايه مفيش مشاكل. الاعتراض كله على المابي. تعالوا نفتح اللينك كده نشوف بيقول لنا ايه كده. ده وده رون باي مش عارف ايه فيلير في الدي ان اس ريزولوشن دي مظبوطه عندنا. فاير وول ساعات ممكن تلاقي بورد مقفول فعلا. طب تعالى نبص على البورت نبص على السيرفرين بتوعنا. يلا 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 دي مثلا اي اكس 1 ده و ده مش شبه الفاير وول العادي بتقفل بورت وتفتح بورت يعني مش حد يفتكر ان ده اختراع يعني. 4 4 3 مفتوح اهو inbound 4 4 3 تمام ده كويس. الاخ ده الاداة دي سي 4 4 3 ايه شغال برضه مفيش مشاكل. طيب حلو اوي. المشكلة كلها كانت في ايه؟ في ان المابي معمول له disable. انا معملتش enable للمابي. حلو كده. طيب هو اعترض على كده بس. تعالى بقى نكمل الكونفيجريشن بتاعت حسام ده. هات بس مستر ريزم تي كي ودي له الباسورد بتاعت حسام. قلنا عرفنا بقى البروسيسور الراجل ده بيمشي تمام. هي الخطوات اللي احنا عملناها دي هو كده كده التيست اللي انت بتعمله اونلاين ده اصلا بيعمل كده زي ما احنا شفنا ايه. حاول يوصل من مستر رزق الاوتو ريسكفر ما يعرفش. بعد كده ايه وصل الاوتو ريسكفر دي لما كلم الدي ان اس فلاقي ريكورد اسمه اوتو ريسكفر. حاول يوصل اوتوماتيكالي يبقى يكون اوتوماتيكالي اليو ار ال ده قدر يوصل تمام. مش عرفنا ان هو جاب دي اوتوماتيكالي واصلا وصل لدي. الطبيعي ان هو الاوتو ديسكفري يو ار ال بيكون كده. الطبيعي ان الاوتو ديسكفري يو ار ال بيكون كده حاجه مكتوبه هنا على بورت 443 وبعدها الكلام ده تمام. طبعا هو مش هقدر اوصل الكلام ده كله لو بورت 443 مقفول. يعني لو بورت 443 مقفول هتلاقي فالير هنا وقف ما كملش اصلا. حلو الكلام. هنقول له نيكست كده على حسام شوف هيقول لنا ايه. حسام دلوقتي خلينا نفتح معاكم كده السي سي يوزرز يوزرز رز انا شوف هو جاب الكريدنشالز اب داتا لوكال مايكروسوفت سوري ويتلوك عشان عندي حاجات كتير كنت مكنفجها قبل كده. هنا مفيش حسام تمام. طيب خلينا نرتب بالتاريخ اللي هو ده ايه ده لسه من شويه اهو. انا جينا اقول له مور تشويسز اقول له ايه شوتنج على حسام. انا كده خلاص ايه دخلت جوه الانفيرمنت بتاعتي فدول الكريدنشالز اللوكال بقى شوتنج على حسام. المفروض الاقي بقى ايه في هنا هيبقى التحلو كده مش هو كده بدأ يبقى حلو يعني. تعالوا بالمرة نعمل enable للمابي هنا. الحتة بتاعت المابي هعملها enable امتى؟ لما يكون الكلاينت اللي انا بشتغل بيه اوتلوك 2013 سيرفيس باك 1 فيها 4 زي الاخ ده مثلا ده تقريبا بتهيألي كان 2016 ده. تعالى كل ده كونكتد ايه
ده كونكتد اني وير ار بي سي اوفر اتش تي تي، ده كونكتد اني وير. حلو كده، طيب تعال نشوف ده خلاص اهو كانفج، قول له فينش. هي دي ده الاوتو ديسكفر اللي هو وصل له في الاخر. افتحه كتاب بروشيت مش عارف ايه. طيب تعال نقول له اتكلكم روبن ويب كتير عندي. ماشي، اول ما الاخ ده يقوم يلا يلا خلص ما خلاص. انا جيت هنا فتحت الاخ ده بايه بنوت باد، فتح معايا انت حسام ده موجود في الجروب مش عارف ايه السب جروب كذا، وكل الحاجات اللي اليوزر اللي هو جوين دومين جابها. بس اليوزر جوين دومين جابها منين؟ من السيرفيس كونكشن بوينت. تمام، تعالى بقى ده حسام، بس انا مهتم باسم احمد. يعني هتلاقي الاو اس تي فايل بدا ينزل هنا. حلو كده، طيب كويس قوي. دي البروسيس اللي بتحصل لما اليوزر يروح ايه يجيب حاجاته. يعني خلينا بقى نحل الايرور، او يعني نحل المشكله اللي هو اعترض عليها. على فكره ده مش ايرور، يعني ده هيشتغل، يعني حسام هيشتغل عادي، بس المشكله هو عدى كل حاجه، يعني هو كل ده مفيش اي مشاكل، مفيش اي مشاكل في اللوكيشن ده. بس المشكله كلها انا عايز اوصل للمابي. تمام، يعني هو حاول يوصل ار بي سي انت تمام فول. تمام، يعني المشكله في المابي. ماشي، يعني انت ممكن تعمل انيبل المابي او ما تعملش، دي حاجه راجع لك. لو الناس اللي عندك اوت لوك 2013 سيرف سيكوينت فيما فوق عشان تامن نفسك، يعني تعال هنا قول له ايه جيت او ست داش organization management داش maybe should be enabled. قول له ايه ده، خليه لي صح ترو. طبعا ده من الصور organization بتاع اي اس ريسيت السيرفر ده، وعلى اخوه برضو اي اس ريسيت. ده يفصل ويرجع تاني اهو. ماشي اهو، نعمل اس ريسيت على الاثنين. ليه؟ لان انا عدلت كده في فيرشوال دايركت، المفروض ان هي موجوده على الاي اس. تمام، طيب ده اللي بيحصل لو اليوزر جوه الدومين او بره الدومين. تمام، طيب المشاكل اللي بتحصل كتير بقى، اليوزر يكلمك يا باشمهندس ايه لو قلت لك عندي ايه جايب ديسكونكتد، يعني ايه كده الميل وقع بالنسبه لليوزر مش كونكتد، جاي يفتح دي كده الاسبوك ضربت في وشه، مش مفيش حاجه ظاهره فيه. تمام، طيب لو بدا يحس، اول حاجه بتعملها لما تلاقي اوت لوك ديسكونكتد، اي حاجه بتيجي في دماغ اي واحد اي اكستشنج ادمن، اللي هي حاجه طبيعيه جدا، بيجي يقوم فاتح الباور شيل او السي ام دي ارن كده بينج ميل دوت مستر رزق دوت تي كي، يقوم فاتح البينج كده عشان يشوف الدنيا عامله ازاي، النتورك بتهيس ولا ايه، الدنيا تمام. طيب ده شيء كويس جدا. في مره كاستمر كلمني بيقول لي باشمهندس انا قادر اسند بس مفيش حد خالص قادر يبعت لي. هو في الحقيقه لا كان قادر يسند ولا يرسيف، بس الاوت لوك كان بيعمل ايه؟ الاوت لوك كلاينت غلبان، قال له نيو ميل، وقام بعت لاي حاجه كده كده، قال له سند، جه هنا رمانه في سنت ايتمز، فقال لك انا كده ببعت، في حين هو لو كان فتح الكيو هلاقي كيو مليانه على الاخر. ليه؟ المشكله في ايه تطلع فين؟ تخيلوا هو مش قادر، هو شايف ان هو بيسند، ليه اترمت في السنت ايتمز؟ يعني ما راحش بص على الكيو. فجيت افتح من بره كده بقول له طيب ماشي، انا هفتح اسم الميل بتاعكم من بره، بكتب ميل دوت مستر دوت تيكي مثلا، هتلاقيه ده ايه فاضي مش قادر يوصل اصلا، مفيش حاجه لا 404 ولا 500 ومش عارف ايه ولا الايرورز دي اصلا. يعني هو يعني مثلا فتح بيج زي دي، هوريكم زي دي بالظبط، فتح بيج زي دي. تمام، المشكله كانت في ايه في الاخر؟ ترى المشكله مش في الاكستشنج اصلا، وانت ببساطة حضرتك الدومين بتاعك اللي على جوه ده اكسباير، لحد يخش يجدد بس.
تمام. فدي كانت كيس الراجل شايف ان هو بيسند بس مش عارف يريسيف. تمام. فانت شايف نفسك اول حاجه تقدر توصل للسيرفرات. اه كويس جدا حلو قوي. واحد تحدي الناس، في ناس كتير ساعات بتلعب في الدي ان اس يقطر سكابر ده انا امسحه. في ناس تعمل كده، زي مثلا مره رحت عند كاستمر قال لنا في حد قبل كده مسح الاربيتريشن من البوكسز، مسحه عاد زياده وديسيبل. ايه ده حاجه ديسيبل اللي هو مسحها. تمام. طبعا مفيش حد عاقل يعمل كده يعني. تمام. بنكت حاجتك تمام، بس بتاع الدي ان اس مفيش حد غير حاجه في الدي ان اس. تخش بقى على اللي بعد تعمل ايه؟ تقوم جاي هنا تاكد عشان تتاكد ان خلينا نتس على جهازي. الخطوه العظيمه بتاعت التلنت دي اللي بيجيلك من الاخر بقى. ليه 4 4 3؟ مش قادر اكونكت. تلنت بيرد. طيب ماشي كويس جدا. تمام. طيب حلو قوي يا باشا. انا بتلنت الدنيا تمام، شغاله تمام. بس بس انا تلنت عشان لو احتاجناها بتلنت الدنيا تمام، وبينج السيرفرات قايمه مفيش اي مشاكل. طيب ماشي. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ تيجي تبص على الفاير وول هنا عشان ساعات ممكن يهيس منك الفاير وول لوكال على الحاجات دي. انا هقول لكم اه مطفي. تمام حلو قوي. انا فاهم. في مره كيس حصلت معايا غريبه جدا، كل الناس شغاله معايا يوزر واحد بس ديسكونكتد. المشكله في الاخر كان مكيش، جيت انا قمت عامل فلاش للدي ان اس، فلاش للدي ان اس كده يعني هو كان ديسكونكت بقى كونكت في ثانيه، كان مكيش. بس كل القصه انه كان مكيش. طيب دي معظم المشاكل اللي بتحصل لما الاقي اليوزر يقول لي ايه انا ديسكونكتد. طبعا ناهيك طبعا ايه، انا ما اتكلمتش عن الداتابيز ليه؟ لان ده ايه ستيب 1. انت كده تبص على الداتابيز قايمه ولا لا؟ يعني انا ما اتكلمتش عليها عشان دي اول حاجه انت هتعملها اصلا. تمام. الداتابيز از ماونتد. خش بقى بص يا باشا الاستورج بتاعتك قفلت الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. ماشي. طب انا عايز اشوف من عند الكلاينت كده ايه اللي بيحصل، او انا من عندي انا هنا كونكتد. انا عايز اشيل الكاش مود بس. تعالى دبل كليك على دي كاش مود نيكست راستر فينش كلوز. كاش مود على فكره اختراع يعني بيريح كتير جدا من التليفونات. انت اصلا اول ما تحصل اي حاجه يعني، انت مثلا لو جيت هنا احنا شفنا شويه لما انا رصيت الاي اس ده فقعد شويه لحد ما سيبنا حس ان في ريستارت. لو انا جيت عملت كده اتوسع الكلاينت ده يعني مثلا عند هو كمان اتوسع الكلاينت ده ديسكو في ثانيه، ديسكو كونكتد في ثانيه. تمام. ولما تقوم هتلاقيه بقى كونكتد على طول. لما السيرفس ده تقوم هتلاقيه كونكتد على طول. تمام. طيب انا عايزك هنا ورايت كليك على ده واقول له ايه تيست ايه او تراينج، وهتلاقيه ايه بدا يقوم. بتقوم وانا هنا باسورد سيرفيس قامت قامت. تعالى بص هنا تقدر اخد بالي يقوم دلوقتي. باسورد انت ريسبوندينج ولا ايه؟ خلاص ماشي. ده اخر حاجه هنعملها عشان احنا طولنا في الفيديو ده. تيجي نقول له تيست شوف الدنيا تمشي ازاي. تمام. شوف اللوج بيقول لك ايه. دي حاجه حلوه جدا بتساعد الاكستنشن ادمن لو حصل حاجه هو عايز تيست على نفسه الاول، او عند يوزر لو يوزر حصل عنده مشكله لوكال. حلو كده. طيب يعني لو انا جيت هنا تعامل كده سريعا بس معلش تعمل كده في السيرفيسز وموقف الاي اس مثلا اي حاجه وورلد وايد مش عارف ايه ستوب، وهنا برضو وورلد وايد بابلشنج ادي الاي اس وقفت على الاتنين. لا ده اخده واقف ده ديسكونكت دلوقتي. تعالى نتست الاوتو كونفيجريشن تاني وشوف هيقول لك ايه. عمال يحاول يوصل فايل فايل هو لسه شغال. اهو فايل في كل حاجة لسه شغال هنا فايل في كل حاجة
انت بتروح تبص على سيرفرز على داتابيزز على بورتات الحاجات دي كلها. تمام، انا عشان طولت الفيديو ده كان بقى في الفيديو الجاي ان شاء الله هنقول كام حاجه كده في بتقل الناس كتير في موضوع اليوزر نيم وباسورد الاتصال كتير وكم حاجه حتى كمان في الاوتو ديسكفر، ونكمل الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.